انا بهذا العمر او بهذا الوقت بدي اكون عم بتجوز. كتير عندي مشاكل بهذا الموضوع، ما بكون انسان طبيعي. كتير ASMR. Describe yourself in one word. ما بعرف الولد شو بحس تيعمل هيك قصص. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. اهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم فيديو جديد، فيديو طلبتوه مني كذا مرة على اليوتيوب وعلى الانستغرام كمان، اللي هو الهير كير روتين عنايتي بشعري. بذات الوقت طلبت منكم على انستغرام تبعتوا لي اسئله، رح كون عم جاوب على هالاسئله انا وعم بعمل الروتين تبع شعري. سو خلينا نبلش. بس قبل ما بلش بالكيو اند اي اللي حطيته على انستغرام، وصل كتير اسئله بخصوص الشعر، وكتير ايام كمان بيوصل لي اسئله بخصوص الشعر، بس انا مش على طول بجاوب على هول الاسئله لانه بحس موضوع الشعر وموضوع السكن كتير دليكيت، وبفضل انه تكونوا عم ترجعوا لحدا متخصص. انا على طول بعطيكم ماي بيرسونال اكسبيرينس مع نوع بشرتي ونوع شعري، وانتو بترجعوا حسب انتو كيف نوع بشرتكن او نوع شعركن بترجعوا لحدا متخصص وهو بيصف لكم البرودكت اللي بتناسبكن انتو. اوكي سو اول ستيب بعملها هي انه مشيت شعري، بس بدي اقولكن انه سوري ملزقتها لهيدي البروش بس كتير بحبها ما عم لاقي بقى مثلها. سو رح مشيت شعري منيح. هتا نقرا اول سؤال. اول سؤال هو when do you plan to get married، يعني امتى بتخططي انه تتجوزي؟ للصراحة هيدا موضوع انه مش بتخطط له، مش بخطط له. بحس انه when you feel the time is right، يعني بس تحسوا الوقت مزبوط you will do it. ما بحس الواحد لازم يقعد يخطط قبل بوقت انه انا بهيدا العمر او بهيدا الوقت بدي اكون عم بتجوز، اكيد لا. بس تلاقوا الوقت مناسب رح تصير. اوكي why don't you film a youtube video with your boyfriend؟ كتير بحب صور مع ايدي، بس ايدي ما كتير بحب الكاميرا وانا ما بدي اكون عم بزعله للصراحة. سو بس هو يحس حاله انه مرتاح وما عنده مشكلة اكيد رح كون عم صور معه، بس هو ما بحب كتير يتصور يعني it's obvious. سؤال شو بتشتغلي او شو بتعملي بحياتك غير السوشيال ميديا؟ انا درست بالجامعة interior architecture بس ماني عم بشتغل فيها هلا. I'm a full time content creator، يعني كل شغلي هو مركز على السوشيال ميديا، على الانستغرام واليوتيوب. How do you balance yourself in order to stay fit؟ يعني انا كيف بكون عندي توازن تضل بنظام صحي اذا بتكون وكون fit؟ للصراحة I'm not، بكل صراحة، وكتير عندي مشاكل بهذا الموضوع. عم جرب اكل صحي وكون fit وروح على الجيم، بس sometimes I find it so hard، بس I'm working on it هلا. سو ان شاء الله قريبا لقى تحسن وبحكيكم بالموضوع كامل. اوكي سو جايز هلا مشطت شعري، رح حط ماسك كتير بحبه. هيدا بحطه بس ل 15 minutes قبل ما فوت اتحمام. هو بيو ارغان، انا بحب كل شيء من الارغان اويل. اتس هايدريتنج ماسك، بيرطب الشعر. ليكو اصلا ما بقى فيه شيء، ما فيه انجص، بفتكر اليوم بس وبكون خلص. لونك المفضل وحيوانك المفضل؟ كل الالوان الترابيه احلى الوان عندي. حيواني المفضل بحب الاحصنه صراحه، وكنت على فكره انا وصغيره اعمل اكيتاسيون هورس رايدنج. اوبس وان سكند جايز، هيدا الماسك لازم رطب شعري قبل. سو ثاني خليني اروح احط شوي مي على شعري وبرجع بكفي ثاني مال. اوكي ايم باك. نسيت، بس باي ذا واي هيدا الماسك كثير بحبه لانه عن جد برطب الشعر، والاحلى من هيك انه انا لان شعري كثير بعركش هيدا كثير عم بيساعدني على التمشيط من بعد الحمام. باي ذا واي جايز كل البرودكتس رح احط لكم اياهم بالديسكربشن اذا بدكم تجربوا حيلا شيء منهم. وات دو اي يوز افتر ذا شاور؟ هلا بفرجيكم. ولا ما باخذ فيتامينز لشعري صراحه. في فتره من كم سنه لورا كثير كان عم بهر شعري، سو رحت على الفارماسي وجبت فيتامينز وهيك، بس ما حسيت إلهم عازة. يعني أنا personally ما كتير شفت فرق. في حدا كتب لي احكي لنا شعورك لما عرفتي بيلي عم بصير بفلسطين والقدس. أكيد يعني كنت كتير frustrated وزعلت كتير وتضايقت كتير من الفيديو اللي كنا عم نشوفهم، مثل حيلا إنسان طبيعي. يعني حيلا حدا ما تعاطف مع الشعب الفلسطيني ما بيكون إنسان طبيعي honestly.
لانه الفيديوهات والظلم اللي كنا عم نشوفه بهالفيديوهات مش مقبول. اول نهار انا عم صلي للشعب الفلسطيني والله يكون معكم ويقويكم. Can you talk more about majoring as an interior designer؟ اذا عم بيطلبوا مني انه احكي عن اختصاصي بالجامعه اللي هو هندسه ديكور، في شغله بقولكم اياها على طول بس تسالوني عن هذا الموضوع، هي انه ما تفوتوا على الجامعه تعملوا ميجر ما نكون مقتنعين فيه 100%. انا شخصيا كتير بحب الهندسه الداخليه وهذا الشيء بحبه، بس لاحظت من بعد ما خلصت انه ما عندي شغف له. كمان سؤال تاني عن الانتيريور ديزاين، بيقولوا ما في كتير شغل وبده تعب باليوني. انا بالنسبه لي ما في ولا ميجر بالجامعه ما بده تعب، كل الميجرز بدهم تعب، هذا شيء طبيعي. الانتيريور ديزاين كان التعب شوي اكثر فيزيكال، لانه كتير كنا نقعد كل الوقت على اللابتوب، واول سنة كنا كتير نوطي ظهرنا، يجعنا كتير ظهرنا من وراء الرسم وساعات طويلة. يعني عم بتقلي انه ما في شغل، هلا اذا قصدك انه بلبنان، بلبنان يعني ما بفتكر في شغل بولا ميجر، بس اذا انت عم بتفكر انه هذا الميجر بديك تعمليه كرمال الشغل ما تعمليه، لا، لانه انا برأيي حيلا ميجر انت you're passionate about you will make it at the end. اوكي قبل ما فوت اتحمم رح فرجيكم البرودكتس اللي عم بستعملهم لشعري هلا ريسنتلي، صرت محممة فيهم 3 تايمز، اللي هن من لوريال بروفيشنال. الحلو انه في رينج لكل نوع شعر، سو انا قلت لهم انه شعري اويلي، سو they sent me the ones اللي بناسبه شعري، بعتولي الشامبو اللي بناسب شعري والكونديشنر اللي بناسب شعري. انا بالشامبو والكونديشنرز كل فترة بحب غير تمع وشعري على برودكت معين، ورح فوت حميم شعري ومنرجع منكفي بالستبس الباقيين ومنكفي الـ Q&A اكيد. سو يلا تعال معي، لا ما تجوا معي. I'm back guys. سو حممت شعري على المغسلة، سو هلا بشيل منشفي رح يكون شعري كتير مخربط. Anyway حتى نكفي شوي بالأسئلة. شعرك هيدا حقيقي لونه ولا مصبوغ؟ لا، هلأ صار فيني نقول انه كل شعري لونه الحقيقي. صار لي تقريبا شي 4 سنين او اكتر بركة، ما بقى اتذكر امتى اخر مرة عملت له هايلايتس. سو هلأ راح كل اللون، يعني على القصة وهيك ما بقى في لون من الهايلايت، بس هديك الصيفية عملت هيك خصلتين من قدام فتحتهم شوي، بس كمان هلأ اللون بطل موجود يعني. سو هيدا لون شعري الحقيقي. بتفكري تعملي مشروع او براند اليك؟ شي love you. yes I've been working on that since last year. صار لي من هديك السنة عم بشتغل هيدا الموضوع، بس اخر فترة حطيته on hold لهيدا البروجكت يعني على جنب، لانه كنت عم كون كتير مشغولة وللصراحة ما كنت عم لحق ابدا انه اكفي شغل بهيدا البروجكت. سو لهلا تركته شوي على جنب، بس لقى الوقت صار مناسب رح اكيد ارجع كفي على هيدا البراند. كتير ASMR لازم اعمل هيك كمان. اوكي سو هيك بحطها على كل شعري. هلا مفروض اليوم ما كتير يعذبني بالتمشيط لانه عملنا الكريم تبع الارجن، سو هيدا كتير كان عم بساعدني بالتمشيط. هلا بحط اوكي ريحته جايز، او ماي جاد. شو اكتر كوت بتحبيها؟ اكتر كوت بحبها هي what's meant to be always finds its way. يعني انا كتير بامن بهيدا الشغلة انه بالحياة كل شيء مكتوب رح يصير لو شو ما صار، اذا كان هيدا الشيء مكتوب رح يصير هلا او بعد 100 سنة. هيدا الكوت من انا وصغيرة بتعني لي كتير وبحسها كتير مزبوطة، وكتير بمحلات معينة شفت قديه مزبوطة. لو بدك تغيري اسمك شو بيكون؟ اف صعب هذا السؤال. انت حطولي بالكومنت شو بتشوفوا معقول يكون اسمي اذا ما كان ألسا. هل بتفكري تهاجري؟ ما كنت فكر
ما كنت فكر، بس للسنتين اللي قطعهم بلا اجت الفكرة على راسي، بس ماني عم فكر فيها جديا بعد لهلا. Okay, if I don't do anything for my skin but now I want to start taking care of it, what are the basics? Okay, the basics هن اكيد 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 اللي هو اول شيء الكلينزر اللي بنغسل وجهنا فيه، اكيد جيبي يكون مناسب لنوع بشرتك. ثاني شيء كمان كثير مهم انه يكون عندك هايدريتينج كريم ترطبي البشره تبعك، واهم شيء يكون عندك اكيد SPF يعني واقي للشمس، اكرام فيكون تنتي فيكون مش تنتي اكيد، بس هول ثلاث قصص بفتكر اهم شيء يكون عندك هون هلا كبيزكس. اوكي سو خلصت تمشيط شعري، هلا بدي نشفه على السشوار. ما بحطه على الهيت الكتير قوي يعني مش كتير سخين، بحطه بالنص. اوكي سو اخر ستيب هي هيدا كمان ليف ان، يعني ما بنرجع بنحمم شعرنا من بعده، فيو ارجن اويل which is something I love. هيدا بيحمي الشعر من الشمس، سو بحط شوي منه. شفتو خلص؟ نزل لي نقطة هول، نقطة صغيرة بحطها على كل شعري. اوكي سو جايز، هيدا هو الروتين اللي بعمله عادة لشعري، يعني ما في شي زيادة. اكيد من فترة للتانية بعمل هوم ميد ماسك، سو اذا بدكم تشوفون حتى هيك كذا واحد بالهايلايتس عندي بالانستغرام روحوا شوفوهم. So mainly that's it، هذا كل شيء. Okay. Do you encourage someone to start YouTube even if she doesn't have many followers؟ عم تسألني إذا بشجع حدا يبلش يوتيوب حتى لو ما عنده كتير followers؟ أكيد ليش لا؟ هذا الشيء منه أساسي تتبلشي يوتيوب channel، لازم تكوني عم تركزي على الكونتنت تبعك أكتر، شوفي شو القصص الترندي، القصص اللي عم بحبوها العالم، وبلشي from zero. إذا كان يوتيوب لإلك وشي عن جد حبيتي رح تكفي فيه ورح يصير عندك متابعين ورح يحبوا الكونتنت تبعك. أوكي شو استفدتي بتجربتك ببيوتي ماتش؟ للصراحة هيدا السؤال حلو، عن جد استفدت. أول شي الإكسبيرينس كان بتعقد كتير، انبسطت العالم اللي تعرفت عليهم، كمان انبسطت أنه تعرفت عليهم. الإكسبوجر اللي طلعليها عن بي سي 4 كانت عن جد كتير مهمة، وغير هيك كمان استفدت انه صار عندي متابعين من كل انحاء العالم، وكتير بتواصل معهم on a daily basis. يعني Who's your favorite character from your favorite series؟ My favorite series is Friends، اكيد صرت تعرفوا هذا الشيء. My favorite character is Joey. كيف تعرفت انت و your boyfriend؟ تعرفنا بالمدرسة، كنا best friend لفترة معينة and then well. How long have you been doing YouTube؟ ده شي 6 month بركة هيك شي. Describe yourself in one word. اوكي اول كلمة اجت على راسي هي strong. I think I am. اوكي في حدا قال لي عمرك قصيتي شعرك قصير؟ انا وصغيرة ما بعرف شو صار معي، اخذت المقص وقصيته بعدين رحت لعند باب قلت له يلزق لي اياهم. صرت مخبرة هالخبرية شي مليون مرة، بس انه كتير بتضحك، ما بعرف شو صار، ما بعرف الولد شو بحس يعمل هيك قصص. سو جايز هذا هو الفيديو لهذا الاسبوع، بتمنى تكونوا تسليتوا انتوا عم تحضروه وانا عم جاوب على اسئلتكم اللي سألتوني اياها على انستغرام. كل البرودكتس اللي استعملتهم موجودين بقلب الديسكريبشن بوكس بالصندوق الوصف، بس اكيد بدي ارجع شديد انه بليز عرفوا شو نوع شعركم قبل ما تشتروا اي برودكت، لانه كل نوع شعر بناسبه برودكتس معينة، فانتبهوا على هذا الموضوع. غير هيك بليز اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب تيرن اون ذا نوتيفيكيشنز، كل ما يطلعكم نوتيفيكيشن كل ما نزل فيديو. هذا كل شيء لليوم، سي يو نيكست ويك.